إذن عندنا الفرد نموذج ثالث للفرد الأول في مادة الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي. السؤال الأول: املأ الجدول التالي بما يناسب. عندنا السكن، سنحدد مساكن في الماضي ومساكن في الحاضر. نوالا إذن نوالا مسكن قريب، قديم. نوالا ماذا أيضا؟ خيمة، خيام. الخيام هي مساكن قديمة. مساكن تبنى من الطين والحجارة. مساكن مبنية من الطين من الطين والحجارة. الحجارة. إذن سابقا ما كانش الآجور، ما كانش الحديد، ما كانش الإسمنت. دونك كانوا الناس كيبنيو المساكن ديالهم من الطين والحجارة فقط. في الحاضر عمارة، هناك عمارات، هناك فيلات، مساكن، فيلات، واخا فيلات، مساكن مبنية من الأجر. إذا كانت عندنا سابقا في الماضي مساكن مبنية باش مبنية بالطين والحجارة، الآن مساكن مبنية بالآجر والإسمنت، بالآجر والإسمنت والحديد. نعم. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي. يساعد مقياس الخريطة على ماذا يساعد؟ على توضيح المسافة في الواقع، أو لتحديد، على تحديد المسافة في الواقع انطلاقا من الخريطة. مسافة في الواقع انطلاقا من الخريطة. إذا مثلا كيكون عندنا 2 سنتيمتر في الخريطة، كنبغيو نعرفوها شحال كتسوى في الواقع. إذا هنا كنستعنوا باش بالمقياس. كيكون عندنا مثلا سنتيمتر يساوي كيلومتر، إذا كنعرفوا شحال هي في الحقيقة. مثلا مسجد بغينا نعرفوا الطول ديالو، الطول ديالو في الخريطة 2 سنتيمتر، وكل سنتيمتر مثلا فيه 100 متر، إذا شحال غادي يكون في الواقع؟ 200 متر. هذا مثال مسجد. عناصر الخريطة، ما هي عناصر الخريطة؟ عنوان الخريطة أو العنوان. عنوان الخريطة هو الذي يوضح موضوع الخريطة. المفتاح، المفتاح، مقياس، المقياس هو اللي عاد شفنا دابا عاد، والاتجاه، والاتجاه. إذن للخريطة 4 عناصر. ميز بين الحقوق والواجبات فيما يلي: اللعب، اللعب حق، اللعب حق، صيانة ممتلكات المدرسة واجب، احترام الزملاء داخل المدرسة، التعليم، التعليم حق، حق، تعليم حق، احترام الزملاء واجب داخل المدرسة. إذا ننتقل للتمرين الموالي، التمرين السادس: املأ الخطط بواجبات مناسبة للمسؤولية. إذا المسؤولية هنا شكون الواجب هذا ديال من؟ بر الوالدين. هي بر الوالدين هذا حقهم، ولكن واجب من؟ واجب الوالد، الأبناء. إذا هذه واجبات الأبناء. إذا شنو هي واجبات الأبناء تجاه الآباء؟ إذا شنو؟ أن أطيع والدي. إذا طاعة الوالدين، طاعة الوالدين. ماذا أيضا؟ لا أقول لهم الكلام الفاحش، لا أقول لهم أفين كما جاء في القرآن الكريم. لا أقول لهم أفين ولا أنهرهما، ولا أنهرهما وأقبل نصيحتهما، أنهرهما وأقبل نصيحتهما وأفعل بها. يعني هكا الإنسان يمكن يكون بار لوالديه. وهكذا نكون قد انتهينا من النموذج الثالث للفرد الأول لمادة الاجتماعيات.